اللي مسكين باغي يتفرجوا ما عندوش وما كيطلعوا داك الكونسوماسيون هكاك بزاف. انا خدامه في كافي كنبيع كافي اونبورتي، خلينا الثمن هو الثمن، حتى حنا كانش عندنا نقدروا نزيدوا واحد 3 ديغام ولا 2 ديغام باش حنا ندخلوا الربح، ولكن حشومه كتشوفوا هذا الشيء اللي كيتزاد. دابا زادوا في الدقيق، زادوا في السكر، زادوا يزيدوا حشومه القهوه حيت باش يطلعوا النسبه ديال الكونسوماسيون. حشومه عليهم هذا الشيء اللي كيديروا الصراحه. هذا كنحسبوا انا استغلال، استغلال مادي للناس اللي ما عندهمش والشعب اللي ما عندوش، وكيستغلوا بان الناس باغيين يتفرجوا، باغيين يشجعوا المنتخب الوطني. حنا كلنا بغينا نفرحوا، كلنا بغينا نجلسوا، كلنا بغينا نتفرجوا، ولكن توصل حتى ل 60 درهم صراحه لا يعقل. نقول لهم بان هذا الشيء هذا ديروا بعين الاعتبار بان كاين اللي باغي يتفرج وما عندوش، خاصو يبقى واقف باش يتفرج حشومه. كاينين ناس مسنين، كاينين بالنسبه حيت ما عندوش مسكين غادي يبقى واقف فيكسي، ولا كان مريض ولا كان شي حاجه. ديروا بان راه الناس ما عندهمش، وبركه عندنا غير هاد الزياده اللي زادونا في الاسعار ديال المواد الغذائيه، عاد زيدونا حتى نتوما في القهاوي حشومه. غتشري كيلو ديال القهوه ب 60 درهم وغتخرج منه وحده كافي ب 60 درهم، وراه انت راه رابح اكثر من داكشي اللي حطيتي. راه صراحه الله يهديكم، هادشي راه ماشي معقول. وفي الحقيقه الزياده في كل شيء، زعما ما خصهمش القهوه يزيدوا في الزياده، لان المواطن مقهور في المعيشه ديالو الغلائيه وفي كل شيء، وعاد يزيدوا في القهوه ويزيدوا في سميتو مشكل. هادو تيستغلوا هاد الماتشات دابا الكونسوماسيون اللي تتكون ب 6 دراهم ولا 7 دراهم تيديروا لها 14 درهم، وخص يريزيرفيو البلايص، وهذا الشيء ما خصوش يكون في الماتش بزاف. علاش نتفرج انا كاع في هاد الكره اللي ندير كونسوماسيون 30 درهم؟ بزاف على المواطن، والناس ما لاقيتش ما تاكل اصاحبي. هاد مقهورين بالمعيشه ديالو عادي وبحب الكرة القدم المغربيه، وهادي بنادم تيبغي يتفرج في الكره، ولكن ما كاينش تيلقى 30 درهم ماشي درهم يبقى يمشي يتفرج في بلاصه اخرى. هذا هو المشكل. انا بالنسبه ليا ما خاصش الثمن يطلع بواحد الشكل مرتفع بزاف، لان لدينا قانون حمايه المستهلك لا يحمي الشخص اللي هو تيكونسومي، ولكن في نفس الوقت خاصنا ناخذ بعين الاعتبار ان المقهى تيبقى واحد المكان اللي كنولجوا له ضروري، خاصنا مين كونسومي اوني توني دو بي، حيت حنا عندنا لو سيرفيس ديال لوفر ود لا دوموند، فاوتوماتيكمون ملي تيلقاو ان لا دوموند كثر من لوفر فسي نورمال يزيدوا الثمن، حيت المقاهي عندهم اهداف ربحيه دي بوت ليك خاتيف اللي كيهدفوا من خلالها انهم يحققوا الارباح ديالهم، لانهم ماشي حالين قهوه يعني بدون هدف. ولكن بالنسبه للزيادات على حسب، كاين اللي الكونسوماسيون ديالو يقد يواكب الثمن اللي تزاد، كاين اللي ما يقدش يخلص لو توتال، داكشي على حسب مختلف شرائح المجتمع وعلى حسب الوظائف والامل ديال كل شخص اللي كيولج القهوه، فهذا هو السبب. عادي حيت المغرب ما خصناش ينساو انه واحد المده طويله ما لعب، ويعني كانت ليه فرصه باش انه لعب وبدلنا المغرب وكان مجموعه ديال الفرقات اخرين، فهذا سبب عادي ان الثمن يتزاد، لان كانت واحد الفرصه تمنحت للشعب المغربي والمنتخب المغربي اللي بدوري كنتمنى لهم كامل التوفيق ان شاء الله، مسيره موفقه. هذه الزياده هذه ما الصراحه ماشي لوجيك، حيت فريمون خاص الناس ديال القهوه خاصهم يتعاونوا مع ولاد الشعب، حيت كامله خاصها هنا فين كتكون الموقف ديال الروح الوطنيه اللي خاصهم يعرفوا المجتمع حتى هو بهذ الاسعار اللي تزادت، ماشي يزيدوا عليهم عاوتاني ديال هذا الشيء ديال القهاوي، حيت فريمون بنادم اللي كان غادي يمشي يتفرج بواحد 50 درهم ولا 70 درهم من الاحسن يمشي يجلس يتفرج مع والدي يحسن ليه. انا من الاحسن ليا تنفضل نجلس مع دارنا نتفرج معاهم، حيت هاد لي مومون اللي تنعيشهم من الاحسن بنادم يستغل الفرصه يشوف والديه فرحانين، حيت هاد لي مومون ما تيتعاودوش من اربع سنين عاد كنشاركوا في المونديال. من الاحسن الواحد يجي يجلس مع دارهم، هذيك 60 درهم ولا 70 درهم بنادم راه زايده فيه، بنادم يستغلها يدخل على دارهم هذيك الفرحه، يدخل عليهم شي حاجه زويونه كدا، يديروا شي كاسكروت زويون يجلس مع العائله، هذه هي احسن حاجه. كاين اللي كيزيد وكاين اللي ما كيزيدش، ولكن الله يحسن العوان كاين اللي ما عندوش، كاين اللي فهمتيني كيبغي يتفرج في الماتش. من ناحيه الزياده بنادم الا كان بغى يزيد ما يزيدش، يزيد بحال دابا مثلا انا ما جيت نتفرج في الماتش قال لك 300 دريال، انا ما عطيت 300 دريال، انا زعما شنو غيبقى لي؟ انا كنشد ترونسبور باش كنجي نفرح ونجي نضحك ونزيد هذا ونزيد هذا، الزياده فين ما نمشي نلقاها، زعما ماشي عيب، فهمتيني؟ وحاولوا ما تزيدوش باش بنادم تاهو باش يبقى ديك فهمتيني، تيبقى الواحد شويه الصرف تيبغي يعطي التسربيشات، التسربيشات مسكين الله يحسن العوان ما عندوش.
وش نقول لك اخي، الواحد يحاول يدير احتياطات ديالو وصافي فهمتيني، ما يحاولش يبقى يزيد 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 يزيد. واخاي شنقول لك، كاين اللي كيزيد وكاين اللي ما كيزيدش، ولكن اللي كتجي كتجي في السربايه كيبقى يهرسوا الكيسان، ما تيبقى يغوش هذاك الغوا، تيهرسوا الكيسان كيهرسوا الطباصل فهمتيني. ومن ناحيه السربايه عاوتاني هذا البولفوار كاع ما كياخذوه، الله يحسن العوان. خويا حنا ضد هاد الزياده هادي، الزياده تتوصل 50 درهم 70 درهم بزاف. تمشي للقهوه تتولي تلقى غير العيالات بزاف وقلال الناس، وما تنتمناو المنتخب ملي ربحات ربحات ينقصوا في كونسوماسيون شويه ويديروا معنا زوين. البنات خليكم بديوركم بلاصكم نتوما الكوزينه، حنا خلينا نتفرجوا نزهاو، امشي نش قطر خلينا نزهاو في قهوه الله يرحم الوالدين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.